اهلا بيكم، تعالوا نحضر في فيديو النهارده سندوتشات المقليه. ايوه سندوتشات مقليه حلوه جدا، مش شاربه زيت، ما تقلقوش خالص من انها مقليه فهتبقى شاربه زيت، لا تماما بالعكس، هتلاقوا عجينه هشه جدا محافظه على قوامها لفتره طويله، تقدروا تعملوا منها كميه وتشيلوها في الفريزر تطلعوا على التسخين، وكمان هي وصفه مناسبه جدا جدا للانش بوكس المدرسه، يعني تقدروا تعملوها وتحشوا اي حشوه اولادكم بيحبوها، كميه في الفريزر تطلعوا الصبح بس على التسخين. احنا بنبقى صاحيين الصبح مش شايفين قدامنا عشان نقف نعمل وصفات، فدي حلوه جدا، تحشوها فراخ، تحشوها لحمه، تحشوها جبن، اي حاجه اولادكم بيحبوها تقدروا تحشوها بالحشوه دي في العجينه دي وتشيلوها تطلعوا على التسخين على طول. انا بسمه الفيومي، لو اول مره تشوفوني انزلوا حالا اعملوا سبسكرايب او اشتراك في القناه ودعموني بلايك حالا حالا قبل ما نبدا الفيديو، انزلوا اعملوا لايك للفيديو، عملتوا اللايك يلا بينا نبدا وصفه. اول حاجه هنحتاج مع بعض معلقه كبيره من السكر، معلقه كبيره من الخميره، هنحط عليهم نص كوبايه من الدقيق. زي ما متعودين في كل العجائن اللي انا بعملها انا بعمل الخطوه دي لحاجتين مهمين جدا، بتاكد لي نجاح الخميره وكمان بتسهل عليا العجن بعد كده. حطيت عليهم نص كوبايه من الميه الدافيه، قلبت كويس جدا لحد ما كله اختلط مع بعض، وبصوا في المرحله دي بقلب كتير بنفس الطريقه دي بالظبط، الحركه دي بتشغل الجلوتين اللي جوه الدقيق فبتخلي العجين بتاعتك هشه كده من جوه وخفيفه. هغطيها وهسيبها بس 10 دقايق ربع ساعه لحد ما تطلع فقاعات كده على الوش، اتاكد ان الخميره بتاعتي تمام. بصوا طلعت فقاعات كده، يبقى انا كده تمام هكمل الوصفه بتاعتي. هضيف عليها بيضايه، البيضايه بقى في العجين المقليه بتفرق جدا جدا، بتخلي العجينه حلوه جدا. هقلبها كويس جدا، وبعد ما كله اختلط مع بعض هنزل ببقيه الدقيق بتاعي، دول كوبايتين ونص من الدقيق، يعني توتال الدقيق بتاعنا 3 كوبايات، النص الاولاني اللي احنا ضفناه واتنين ونص دلوقتي. حطيت الدقيق بتاعي، هضيف عليه رشه من الملح، وكمان هضيف معلقتين من لبن البودرة، وده اختياري تماما، لو ما عندكوش لبن بودرة ممكن نستغنى خالص عنه. هبدأ بقى أقلب العجينة بتاعتي، وأول ما تبتدي تلم كده طبعا هتبقى محتاجة مية دافية تاني، هنضيف واحدة واحدة لحد العجينة بتاعتي ما تلم، ونبدأ بقى نشتغل بإيدينا ونلم العجينة. هي تقريبا بتحتاج من كوباية لكوباية إلا ربع من المية الدافية على حسب نوع كل دقيق. هعجن بقى العجينة، أنا مش محتاجة عجن كتير بس العجينة إيه تلم معايا. بدأت تلم كده، هضيف معلقة من الزيت وهمسح كده مسحة من الزيت في ايديا، الحركة دي بتسهل العجن، بتخلي العجينة تلم معاكي بسرعة، بصي طلعت كلها من الطبق بالمنظر ده. هسيبها بقى لمدة ساعة، ساعة ونص في مكان دافي لحد ما تخمر. جهز الحشوة، انا هستخدم جبنة براميلي، هحط عليها معلقتين من البقدونس ومعلقة من زيت الزيتون، هخلطها كلها مع بعضها. انا بحب الحشوة دي جدا، تركيبتها حلوة وطعمها حلو جدا، حطوا بقى زي اي حشوة انتوا عايزينها. بصوا العجينه بتاعتي خمرت جدا ازاي، هخرج بقى منها الهواء وابدا اخد العجينه دي واعملها على شكل كور وابدا اشتغل فيها. تقدروا تاخدوا كده مره واحده واحده وتشتغلوا على مهلكوا، يعني انا بعمل الكور بس عشان تسهل عليا وعشان تديني في الاخر فطاير قد بعض، يعني بحاول بقدر الامكان ان الكور اللي انا بعملها تبقى قد بعضها. بصوا انا هعملها صغنططه جدا لانها لما بتتحط في الزيت بتنفش جدا. رشيت رشه من الدقيق ورصيت الكور بتاعتي وهغطيها وهبدا اشتغل على طول، مش بسيبها تخمر، انا بس بغطيها على سطح مرشوش من رشه من الدقيق وهبدا افرد العجينه بتاعتي بالنشابه. خلي بالكم على طول العجين اللي بنبقى هنفردها على دقيق زي العجينه دي بسيب العجينه ملزقه شويه، فاهمين ازاي؟ يعني ما بوصلش للعجينه انها تبقى ناشفه تماما، لا بسيب فيها نسبه من التلزيق لانها هتشرب من الدقيق اللي انا بستخدمه ده. بعد ما فردت العجينه رشيت عليها رشه كده من السمسم وهبدا اضغط بالنشابه عليها عشان السمسم ده يلزق فيها كويس، طولوا بالكم واضغطوا جامد عشان السمسم يلزق بقدر الامكان. تقدروا اصلا تضيفوا حبه البركه، تقدروا تستغنوا خالص عن خطوه السمسم، يعني زي ما انتوا عايزين. هقلبها بقى على الوش التاني وهنيجي بقى للخطوه المهمه، هجيب بقى سكينه، هجيب قطاعه، اي حاجه عندك تكون حاميه شويه، وهبدا اعمل فتحات كده بالمنظر ده، ما بوصلش ما بجيبش العجينه من اولها وبعمل في النص بس فتحه، يعني نص العجينه فيه فتحه والنص التاني ما فيهوش. هبدا بقى الم العجين بتاعي، ومهم جدا جدا انك تقفليها كويس قوي عشان ما تفتحش منك في الزيت، لو فتحت في الزيت الجبنه هتطلع وهتتحرق وهتبقى مشكله. يعني بضغط بقى جامد وتاخدي وقتك زي ما انت عايزه، لو حسيتوا ان نسبه الدقيق كتيره في العجينه مش بتلزق معاكوا تقدروا تمسحوا مسحه خفيفه من الميه وتقفلوها كويس.
بس ظبطتها. بصوا هي شكلها كيوت كده وصغننه ازاي، بس هي اول ما هتتحط في الزيت هتنفش جامد جدا. بتاكد انها مقفوله كويس، والحته اللي في الاخر دي مقفوله كويس جدا، بس كده تمام. بصوا شكلها حلو وكيوت جدا ازاي، هتبقى قد كده في الاخر لما تستوي. تعالوا نعمل واحده كمان، هرش رشه من السمسم. طيب بتحطوا السمسم ولقيتوه مش بيلزق حتى وانتوا بتضغطوا بالنشابه، تقدروا انكم تحطوا مسحه خفيفه قوي من اللبن او مسحه خفيفه من الميه عشان السمسم يلزق. انا حبيتش اعمل كده عشان انا عامله في العجينه شكل، فعشان اعرف احدد الشكل ده واعمله بسهوله ما حبيتش ان انا اضيف اي سوائل تلزق السمسم بتاعي، زي فكره بالظبط خبز البالون لما عملنا السمسم، ان احنا غطسنا كره العجين في اللبن وبعدين في السمسم. بس لفيتها بنفس الطريقه دي، وبرده بتاكد انها مقفوله كويس جدا من تحت. طولوا بالكم جدا في موضوع القفل ده عشان الزيت بيفتح بسرعه. احنا مش هنخمر تاني، احنا هنسوي على طول، بس برضو ممكن تفتح معاكم بمنتهى السهوله. ودي واحده تانية انا حشيتها جبن رومي، هقول لكم بقى تحت في صندوق الوصف مع المقادير والطريقه، هكتب لكم اكتر من نوع حشوه تقدروا تحشوها للفطاير دي، يعني لحمه مفرومه مع الصاجه، شاورما، فراخ متقطعه ومتشوحه كده، جبنه رومي، بسطرمه، جبنه شيدر، جبنه موتزاريلا، اي حاجه انتوا بتحبوها تقدروا تحشوها في الفطاير دي. الزيت بتاعي كان سخن، نزلت بالفطاير وهديت النار شويه، وهبدا اغرق الفطاير بالزيت بالمنظر ده، نفس فكره بالظبط خبز البالون اللي عملناه. انا بغرقه كده، مهما عملتي الطاسه زيت هتحطي العيش هتلاقيه طلع على الوش، فعشان كده انا بستخدمه، واستخدموا المغرفه كده زي ما انا عامله، وفضلوا غرقوه في الزيت لحد ما ياخد لون ذهبي كده حلو جدا، ما تقلقوش هتستوي من جوه، هتستوي بسرعه كمان. خدت اللون الحلو ده، بخرجها طبعا على مصفى عشان تنزل اي زيت زياده فيها. بصوا شكلها حلو جدا جدا، بصوا لونها ذهبي حلوه، مش قادره اوصف لكم الريحه عامله ازاي، ريحتها فظيعه. جربوا العجينه دي هتعجبكم جدا، من انجح العجائن اللي انا عملتها في حياتي، طعمها حلو جدا. فضلت عندي فتره في الثلاجه، فضلت تقريبا 4 ايام في الثلاجه، وفضلت زي ما هي محافظه على قوامها كاني لسه عاملاها. دي اكتر ميزه عجبتني فيها، زي خبز البالون بالظبط، حتى لما عملته فضل فتره كبيره بنفس القوام. الحاجات اللي بتتقلي بيبقى بتحافظ على قوامها يمكن اكتر من الحاجات اللي بتدخل الفرن. بصوا هشه جدا وخفيفه جدا جدا. بصوا هي نفس الفكره ان انت عامله دونتس بس حادقه، يعني هي تقريبا العجينه بنسبه كبيره جدا تشبه عجينه دونتس بس بحشوه حادقه. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم، ما تنسوش قبل ما تقفلوا الفيديو انزلوا حالا اعملوا لايك، واكتبوا لي كومنت عن اي وصفه عايزين اعملها لكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في وصفات جديده، وباي باي.